مقبلة ستكون معركة حلب الكبرى قد حسمت. هتقولي لي ليه حلب الكبرى وليه الهيصة كلها؟ حلب هي دور التاج النظام السوري صحيح. وبقاؤه بهذه الصورة هي طبعا زي ما حضرتك تعلمي أكبر ثاني دولة صناعية في المدن، مؤشر جيد لعملية الاستقرار، مناطق حدودية مع تركيا. النظام يبقى بيركز على حلب لأنها مدخل لأدلب ومدخل صحيح للورقة والرقة وطبعا أكثر كثير من الأمور. النهاردة وإحنا بنحسبها حضرتك وأنا بتفاوض، لو أنا من الجانب السوري سواء معارضة أو نظام، بحسب على الأرض ما يمكن أن أنت تخرجي بيه. داعش تسيطر الآن في التوقيت اللي بكلم حضرتك فيه على 49% من قيمة سوريا الكبرى. النظام نفسه بيسيطر على 27% من قيمة سوريا الكبرى. في مناطق تماس حوالي 15%. إذن إحنا بنلعب الباقي بقى 8% جبهة النصرة وبتاعتي بقى تديكي سوريا الكاملة. النهاردة النظام على الأرض يحاول أن يصل إلى ما نسميه نحن سوريا المفيدة. يعني إيه سوريا المفيدة؟ المناطق سوريا المهمة الاستراتيجية اللي هي المهمة، المدن الرئيسية، الأربع مدن الرئيسية الكبرى، ما يهموش الجيوب المختلفة في المدن الأخرى. يبقى في جيب في اللاذقية، جيب في بس ده ممكن يعدل المعادلة يا دكتور، يعني ممكن يحسم الأوضاع اللي هي غير محسومة ويحسم فكرة بقاء بشار أو رحيله. يعني الوضع الميداني قد يجعل الغلبة لبشار في ظل طبعا الدعم العسكري الروسي والغطاء الجوي. زي ما حضرتك أشرتي ده كلام واقعي وده خلاصة ما يخطط فيه المفاوض السوري. ليه؟ لأنه المفاوض السوري الرسمي يأتي إلى جنيف 3 و4 و5 و6 لو تم إقرارها، وهو يلعب على عنصر الوقت. ميدانيا هو يحقق مساحاته ويصعد به إلى سوريا المفيدة. الأمر الآخر يحاول أن ينقل رسالة أنه يتفاوض، في نفس الوقت هو بيعمل الأفق السياسي من خلال عملية انتخابات تشريعية، فبالتالي توجد مشكلة على الأرض. فأنت النهاردة نظام بشار الأسد ليس مجرد شخص، يعني بعض يرى أنه نظام هو الرئيس. لا. ليس الرئيس. لديك نخبة سياسية وعسكرية واستراتيجية بتدير قواعد اللعبة بداخل النظام السوري. الأمر الثاني أنه مفيش انشقاقات حقيقية. لا تصدق أن في انشقاقات حقيقية، ده جرت في الفترة الأخيرة مما جعل النظام يتماسك. النهاردة كل الإدارة العسكرية والاستراتيجية حوالين المدن الرئيسية زائد الاستقواء بالجانب الروسي والإيراني وقوات حزب الله، النهاردة كل الأطراف الميدانية على الأرض بتعمل طبعا الخطورة بقى في إيه؟ هتلاقيها على الإقليم بأكمله. يعني القضية مش سوريا فقط، يعني صحيح. نجاح النظام السوري اليوم في سيطرته على الأرض بهذه الصورة وزيادة المساحة من 27 يصل إلى 30 أو 35 أو 40% وهيبدأ يدخل في صراعات مع داعش، لأن الخاسر من كل الحرب الميدانية هو داعش، لأن الجميع يلعب على أرض داعش. وبالتالي كل الأطراف الإقليمية الأخرى بتحاول أن تقتطع مساحات من المساحات التي يسيطر عليها داعش بال 49% بتاعته. الأخطار الإقليمية حضرتك بتقول إيه؟ الأخطار الإقليمية يعني إذا سيطر ميدانيا فتوقعي أن معادلة اللعبة السياسية في لبنان، لبنان على سبيل المثال هتتغير. يعني احضر مثال بلبنان، لبنان يعني حزب الله كده، يعني مشي العون في مواجهه مجموعه سليمان فرنجيه، قواعد لعبه بتتغير، انطلاقها من سوريا. الامر الاخر ايضا تركيا العراق، تركيا لانه انت ليكي مناطق متماسه مع منطقه حلب، وطبعا مصلحه النظام السوري انه يخلص في منطقه حلب عشان ينتبه الى ادلب وريف حمص واللاذقيه يكملها. فعنده اولويه اولى، لكن همه الاكبر انه يتم حسم المناطق دي في اطار مواجهته مع تركيا. الجانب الاخر اللي هو العراق، العراق معناها انه النهارده المناطق اللي بيخسرها داعش هتقتطع بصوره او من اخرى وهيرجع يعمل للعراق من جديد الى العراق. فبالتالي النهارده العراق وهو في حاله عدم استقرار كما تعلمي، وموضوع مجلس النواب وتصعيد مقتضى الصدر وقواعد الامور بلبله داخليه، يعني في تاثيرات. فكل اللي بيحدث اليوم في المعركه الميدانيه في سوريا هيبقى ليها اثر مباشر. النظام ايضا يعتمد على المفاوضات المفتوحة، النظام السوري يعتمد على المفاوضات المفتوحة. يعني لو تابعتي وعملتي تحليل مضمون لخطاب جون كيري امبارح وأول مثلا وتصريحاته، يقول لك المسألة السورية أصبحت عصية عن الحل، إنه لا حل، لا أفق سياسي، بس مع التأكيد على إنه بشار لابد أن يرحل ويرحل. هم ما غيروش الأمريكان، لكن في النهاية أما تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية على إنه من الممكن أن نرسل قوات اليوم على الأرض،
من الممكن ان يكون هناك تنسيق. وهذه بالمناسبه وجهه النظر السعوديه يعني وتركيا. طبعا بالظبط لانه عادل جوبير كمان امبارح قال كلام مهم قوي، لانه عادل جوبير بصوره او باخرى بيعبر عن الموقف السعودي المباشر اللي بالمناسبه لم يتغير. يعني هي القضيه مش مرتبطه فقط بموضوع. طيب اذا الموقف السعودي لم يتغير، يعني ماذا يجدي اذا اللقاءات التي يعني تنعقد على مستوى ثنائي او دعوه ليكون لقاء رباعي كما دعت صحيح. اليوم فرنسا، ماذا تجدي اذا كانت السعوديه متمسكه بموقفها وتركيا طبعا من ورائها؟ شوفي من مصلحه الاطراف ان تستمر ما يسمى لعبه المفاوضات السياسيه. الإعلان المباشر لن يجرؤ طرف من الأطراف اللي حضرتك بنتكلم فيها كلها أن يعلن أنه لا مفاوضات. يعني شوفي بقى حضرتك أنه لا مفاوضات وانسد الأفق السياسي بكل ما فيه. يعني لن يجرؤ طرف ولا حتى المبعوث الأممي أنه يطلع يقول أنه المفاوضات فشلت. هو هيتكلم على مفاوضات جديدة في جنيف لكن دون أن يحدد وقتها أو إطارها أو جدول أعمالها أو ما إلى ذلك. طب الفايدة السياسية في إيه؟ مين الخاسر ومين الرابح؟ يعني في رابحون وفي خاسرون إن صح تعبيري من بقاء الأوضاع على ما هي. الرابحون بالتأكيد النظام بشار الأسد. اتنين وده المهم أيضا الجانب الروسي. ثالثا التنظيمات المؤيدة للداخل السوري. أربعة المعارضة السورية اللي بعض عناصرهم بيتفاوضوا هم نجحوا في الانتخابات التشريعية. خمسة النخبة السياسية اللي موجودة السياسية والعسكرية اللي موجودة جنب بشار الأسد. دول الرابحون المباشرون. بس كلها كده أطراف داخلية. كلها أطراف داخلية. لكن عندك بقى على المستوى الإقليمي عندك حزب الله، عندك إيران. إيران ليست إيران قبل توقيع الاتفاق النووي. النهاردة إيران أصبحت لاعب مركزي قوي صحيح. في قواعد المنطقة صحيح. فهي رابح الأكبر مما يجري في سوريا. أطرافها الإقليمية مين تانية؟ اللي هو الجانب حزب الله. حزب الله اليوم ليس حزب الله اللي دخل العمليات، اليوم هو بيتكلم كلاعب مركزي قوي في صحيح. المنطقة صحيح. وبالتالي موجه كل هذا. الخاسرون حدثي ولا حرج. طيب بس قبل ما نتحدث تركيا، لأن تركيا كده في غمرة انشغال كل هذه الأطراف لها تحركات صحيح سواء في سوريا أو في العراق. ما الدور الذي تلعبه تركيا وما هي أهدافها الآن؟ شوفي عشان نبقى واضحين قوي، الأتراك في الأول وفي الآخر تحكمه المصلحة المباشرة. طبعا كما تعلمي نسقوا مع الجانب الأمريكي فترة، دخلوا في تنسيق مع الجانب الروسي، وبعد موضوع حادثة الطائرة الشهيرة وانقطاع العلاقات وتقطعها بالصورة اللي حضرتك تعلمينها، وصلوا الجانب التركي إلى اقتراح إقامة منطقة عزلة أو البافر زون. منطقة عزلة معناها أنه مش يحجب القطاع الخاص بقوات حزب العمال الكردستاني ويأمن المناطق الحدودية، إنما هو كان عايز يعمل بافر زون علشان يعمل حائط صد استراتيجي بينه وبين ما يجري في الجانب السوري. موضوع مواجهة الداخل حصل تفجيرات المتتالية في أنقرة واسطنبول وتهديد الداخل التركي أدى إلى تغيير الموقف التركي بأكمله. النهاردة الأتراك في جزء من قواعد اللعبة ليس النظر إلى مواجهة تنظيم داعش أو حزب العمال الكردستاني، لأنه النهاردة في أحزاب كردية على الأرض في سوريا تسيطر على ما يسمى 15% من القيمة الإجمالية للأرض السورية. فبالتالي تركيا هل لها مصلحة أن الأحزاب الكردية تستمر بهذه الصورة؟ برغم كل ما تشاهدينه هناك مخاوف حقيقية تركية من المد الكردي اللي موجود. ليه بقى حضرتك؟ لأنه المد الكردي يطول تركيا ويطول العراق صحيح. ويمتد إلى سوريا. وإذا كنا بنتكلم النهاردة على مفهوم التقسيم، وطبعا العبارة دي عبارة خاطئة، لأنه التقسيم الراهن على الأرض ليس تقسيما متعلق بمستقبل الدولة السورية، لأنه ولكن في تقسيم، في تقسيم على الأرض فرضوا الوضع لكن مش مستمر. يعني لا تقام عليه دولة. يعني الذين يتحدثون عن إقامة إمارة علوية لعلوستان الخاصة ببشار ده كلام غير واقعي، لأن منطقة الساحل منطقة مغلقة صحيح. بس كان ديمستورا قبل جولة المفاوضات الأخيرة تحدث عن إمكانية لتقسيم سوريا الفيدرالية. هو بيتكلم على إيه بس بيكلم. يعني الفكرة مطروحة أيا كان شكلها. شوفي حضرتك طبعا المبعوث الأمم زي ما بقول لحضرتك في الآخر موظف دولي بيتلقى الأفكار وبيحاول يتعامل معها. هي فكرة بالأساس روسية ووراءها بعض القوى الكردية جوه سوريا على اعتبار أنه المصلحة التقسيم على الأرض. زي ما بقول لحضرتك التقسيم على الأرض يفيد الجانب الكردي، يعني 15% امتداد المخطط. طبعا قضية وقت أن أنت تصل إلى الدولة الكردية، بس هي مبدئيا نقطة بداية بالنسبة لهم، نقطة بداية كمان لتواصل الدولة الكردية في العراق. يعني صحيح. أنت أمام دولة كردية في العراق وتبقى امتدادها في سوريا. وبطبيعة الحال بعد قليل من الممكن يكون في إيران وفي إيران وفي تركيا، ما هو المد الكردي موجود. لكن الخطورة في إيه بقى؟ الخطورة إنه تتمركز كيانات أخرى على الأرض زي داعش.
داعش بيسيطر زي ما بقول لحضرتك على 49%، 49% هو يقيم عليها دولة زي ما حصل في الجانب العراقي، لكن مقومات التقسيم على الأرض مش هتصلح، يعني ده تقسيم نظري زي ما حضرتك بتعملي كانتونات على الأرض تقولي هي مسيطرة، لكن هل ده هو الحل في تقسيم سوريا الكبيرة؟ لا، غير صحيح، يعني ده تقسيم نظري نقدر نقوله هو تقسيم على الأرض. هل هو فيدرالية؟ لا لا، ليه علاقة في الفيدرالية، ليها في أدبيات السياسة معنى مختلف تماما، لا فيدرالية ولا كونفدرالية، فبالتالي القضية مختلفة تماما. لكن لو بتسألي جدوى هذا الأمر، يبقى احنا ذاهبون إلى خيار بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الأرض. نأخذ يعني هذا الرأي من العاصمة السورية دمشق، دكتور أحمد الحاج عالي، الكاتب والمحلل السياسي السوري. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور أحمد؟ نعم نعم، معك. هل تسمعني الآن؟ أهلا بحضرتك. يعني نحن نتحدث الآن عن الأوضاع في سوريا ميدانيا، وكيف تؤثر أيضا على العملية السياسية في حال ما تم استئنافها كما يرجو المبعوث الأممي في القريب العاجل. وبالتأكيد استمعت لتصريحات رياض حجاب من برلين التي قال فيها أنه فصائل المعارضة غير راضية تماما عما يجري ميدانيا في حلب وفي غيرها من المدن، وأنهم متمسكون بموقفهم برحيل بشار الأسد. كيف تقرأ سوريا هذه التصريحات؟ من حيث المبدأ واعتبارات وطنية لا يوجد وطن يستطيع أن يحكم الأمر الواقع رغم يعني الخطر في حالة الأمر الواقع ليقول من هنا نبدأ. هذه المسألة هي عنصر غريب ولا تصلح لنا ولا نصلح لها، أعتقد هنا في سوريا وهناك في مصر. هذه قضية مصيرية، قضية تاريخية. الآن الذي يجري على أرض الواقع هو أن هناك مشروع لا يمتلك مشروعية ولا يمتلك المحركات الأساسية ولا يمتلك الضوابط المنهجية التي تؤهله إلى أن يكون شيئا تجمعا، فكرة، تنظيما معترفا به، ويريد أن يقحم نفسه. من هنا تماهت حالة الإرهاب مع حالة الاستعمار مع حالة الاحتلال الصهيوني. وجدنا أن هذه الحالة متماهية، الإرهاب بكل مقوم متطرفة دينيا، صح، الاستعمار القديم والحديث، والحركة الصهيونية. وهنا كما جرى بالتعامل العربي مع الحركة الصهيونية من حيث المد والجزر، من حيث الاختلاط والتناقض، كذلك يجري الآن مع هذه الحركة التي أريد لها أن تكون كائنا بدون أب وبدون أم وبدون نعم، ولكن صحيح صحيح، ولكن الأمر الواقع يقول أنها كيان موجود ويتفاوض، ويعني وجهة نظره لها وزن وقيمة، لأن هي تمثل جبهة المعارضة في مقابل يعني الجانب الآخر وهو النظام السوري الذي طبعا يكون على رأسه الرئيس بشار الأسد. في رأيك يعني كيف يمكن أن يحل هذا الصراع؟ هل يكون الحل ميدانيا ويبنى عليه سياسيا، أم يتم الاتفاق على الأطر السياسية